مرحبا حبايبي، بتمنى الكل يكون بخير. اليوم رح نعمل توقعات. اللي جديد في القناة تضغط على زر سبسكرايب وتفعيل الجرس من شان يصله كل جديد، واللي قادم يضغط على زر الإعجاب، واللي جديد كمان يضغط على زر الإعجاب. أوكي حبايبي، رح نقرأ عاطفيا وماليا وصحيا. أوكي، أول شي رح نقرأ يعني طالع شمسي قمري. أول شي رح نقرأ يعني للعاطفة. وحبايبي إذا بدكم أخرى يعني التقط يعني العشريات، أو اختر حجر أو بأول حرف من اسمك، قولوا لي، اكتبوا لي في الكومنتس أي قراءة بدكم إياها أعملها ورح أعملها. وبحبكم حبايبي، ما تنسوا حبايبي هاي قراءة عامة، كأنه في تواصل ما، يا برج الحوت في تواصل ما مع الشخص، في كمان تسامح. اوكي حبيبي، بصراحة بشوف هالشهر يعني كتير ابراج راجع لها اشخاص من الماضي. طاقتكم الحالية، طاقتكم بشوفكم كأنكم انتو طالعين، يعني هي طاقتكم طالعين من علاقة، من عمل مهم، ما علينا، يعني تركين شي تركين شي ورايحين. طاقتكم كأنكم لسه تركين شي ورايحين، يمكن علاقة، وأكثر شي بحس أنها علاقة، تركين علاقة ما وتركتوها ورحتوا، أو شريك ترككم وراح. هنا في طاقة، يعني طاقتك الحالية يعني في طاقة انفصال. اوكي، بصراحة بشوف هالشهر رح يكون احلى الشهر بالنسبة لكتير ابراج، يعني في عالم التاروت بصراحة عندك حب، رح يجيك حب كبير، حب صريح، حب يعني بيحبك، ما بده منك شي، بيحبك وخلاص. بس هالورقة يعني 7 of swords ما بحبها بصراحة، بصراحة ما بحب كارت، لأنه بصراحة هو بيعني أشياء كتيرة. بس خد بالك، لا حدا يحب يسرق منك الناس اللي حواليك، حدا يحب يسرق منك فرصة عمل، حدا خد بالك لا حدا يحب يسرق منك شي، حدا يحب يسرق منك يا إما فرصة عمل أو أصدقائك، ويتركك إنك أنت، يتركك وحيد. فهمتوا علي حبايبي؟ خدوا بالكم من شخصنا. بشوفكم جايكم عرض، جايكم عرض حب، يعني هذا الحب كله لما يطلع هالكارت يعني شخص بيحبكم كتير، رح يجيكم هذا الشخص، رح يقدم لكم عرض. بس بحسكم انكم هذا انسان لما رح يجي حسوا كأنه إنسان جديد، ما هو من الماضي، بس أنت لسه مسجون في الماضي. بدك يجي هذا الإنسان، يمكن اللي تركك أو تركته، يجي ويعتذر لك، يقول لك آسف، I'm so sorry. بس يعني بس بصراحة بشوف يعني هذا الإنسان ما بيستاهلك، يعني اللي أنت بتستناه. بس يعني عندك عرض تاني، عرض فيه الحب كله، يعني لما يطلع لك هالورق يعني الحب كله، الحب بيحبك يعني، وبده يقدم لك عرض هذا الإنسان وبيحبك. بس بشوفك أنت لسه متعلق في الماضي، لسه متعلق في تواصل، بدك تتواصل، بدك يجيك تواصل، لسه متربط، لسه معلق في الماضي. ليش حبايبي؟ ليش عندكم عرض احلى من العرض اللي انتو بدكم اياه؟ بس يا حبيبي القلب وما يريد. حاخد كروت كمان. هذا الشخص طعنكم، جرحكم، غدركم، بس انتو لسه يعني هالكروت وقعوا لحالهم، بدهم يوصلوا لنا شيء. هذا الشخص يعني جرحك، غدرك، طعنك، ورغم هيك بتستناه، بدك عدالة تتحقق، يمكن بدك انه هذا الانسان تتحقق معاه عدالة. كيف راح اقول لكم عدالة؟
يعني تشوفه بيتألم أو بيتوجع زي ما توجعت أنت، وزي ما أنك متحاصر في هالأفكار ومتحاصر في هيدا الشيء ومو قادر تطلع منه، بدك كمان تشوف هالشخص هاي. رح أعمل لكم كمان فيديو ديال من ظلمني أو اللي ظلمني، هل سيأخذ يعني مجراه وهيك عقابه. أوكي حبيبي، الحد لجانبكم، ما تخافوا حبايبي، عندكم عروض بس انتو ما بدكم بس ما بدكم تشوفوا امامكم، بتطلعوا بعيونكم للامام بس انتو حاصرين نفسكم في اشياء، انه هذا الانسان كان بيحبكم او انتو كنتوا بتحبوه اكتر. كيف راح اقولكم حبايبي، بصراحة هيدا الإنسان ما بيسهلكم، يمكن يكون منطقة هوائية، وكمان يمكن يكون منطقة ترابية، يعني يكون هذا البرج يا إما برج الجدي أو برج يعني طاقة ترابية برج الجدي، وكمان برج الثور والعذراء، وطاقة هوائية برج الدلو الجوزاء ميزان. حس إنكم مستنين هالعرض، مقفلين كل البيبان، يعني كيف مقفلين؟ يعني سادين كل البيبان أمامكم منشان يجيكم شيء جديد، يجيكم حياة جديدة، يجيكم فرحة جديدة. يعني لما تنحصروا في هالشي يعني ما راح توصلوا لشيء، راح تبقوا يعني دائما في حزن، طاقة حزن، طاقة تربط، مو قادرين تتحركوا. بس إذا تحررتوا من هذا الشيء راح توصلوا للسعادة، راح تشتغلوا على نفسكم، وراح تحسوا بانتصار، وراح شمس كمان توضح لكم. اوكي حبايبي، حاولوا انكم ما تطلعوا من هالافكار، من هالشي، من هالشي السلبي. فهمتوا علي حبايبي؟ هون طلع لنا طاقات ترابية وطاقات نارية. اوكي، طاقات مائية، طاقات نارية، وطاقات هوائية، وطاقات ترابية، وكل الأبراج، كل الأبراج طلعوا، وكمان كل الطاقات بصراحة. أوكي. هلأ رح نروح للحياة المالية عند برج الحوت. الحياة المالية، صراحة راح أقسم هاي الورق وراح أدمس أفرنا في الورق. إحنا بالمغربي بنقول ندمس، مو كثير بيفهم المغربي، كنقولو حنايا كندمسو الكارتة. أوكي حبايبي، هلأ هلا رح نشوف عمليا وبعدين صحيا وخلص. اوكي نفس الطاقة، رغم شفتوا كأني نفس الطاقة. اوكي نفس، صراحة حط هالكرت بس راح افرند الورق، يعني مو نفسه كمان طلع نفس الطاقة في العمل. شو عند برج الحوت؟ صراحة بحس انكم في المادة
صراحة هذا الشهر مو حلو كتير معاكم المادة، بحس كأنكم راح تكون مادة قليلة شوي، يعني الفلوس راح تكون قليلة شوي، بس موجودة عندكم في الشهر، موجود السعادة، بس المادة يعني الفلوس راح يكونوا قليلين شوي، لأنك ممكن كنت بالشهر في الشهر اللي فات كنت بتبدر فلوس كتير، أو هالشهر في أوله راح تبدر فلوس كتير، ولما يجي آخر الشهر ما راح تلاقي مال عندك كتير. اللي فهمتوا علي حبيبي كيف؟ شوف كمان عندك انتصار في الشغل، بس المادة قليلة. بشوفك كمان فيكم اللي بده يغير شغله، بده يغير عمله، بس ما هو قادر، خايف انه ما يلاقي، خايف انه يخسر كل شيء. بنصحك اللي بده يغير عمله او يشتري بيت او هيك، ما هو الوقت المناسب هلا، ما هو الوقت المناسب، لانه ممكن يعني ممكن تخسر كل شيء. انت بدك توصل لشيء تصدق انك خاسر الشيء اللي في ايدك، وكمان تخسر الشيء اللي مو بايدك. فهمتوا علي كيف؟ ما تحاول تغامروا بالفلوس او في او بالشغل، او تشتروا بيت، او تشتروا سيارة، او تشتروا اي شيء جديد، او تغيروا بشيء من عمل لعمل، او من منزل لمنزل. ما بنصحكم هالشهر، بنصحكم انكم ما تغيروا ولا شيء، خلوا الحياة ماشية هي هي، من شان تبقوا سعيدين وتوصلوا للسعادة. اذا انتوا غيرتوا او اذا خسرتوا فلوس او ما حقدرتوا توازنوا اموركم، ما راح تكون الشيء، ما راح يكون لصالحكم، ما راح يكون حلو بصراحة. خليكم انتم متحكمين في حياتكم، ومتحكمين في زي انتم رايحين، لوين انتم رايحين. خليكم متحكمين، اذا غامرتوا بشي راح تخسروا كل شيء، وراح تصيروا في هالطاقة. اذا ما خسرتوا، اذا ما اشتريتوا بيت، او تبعتوا النصائح اللي قلت لكم اياها، يعني قلت لكم اياها، راح تبقوا في هالسعادة، راح تضلوا في هالسعادة. اوكي حبيبي، هلا راح نروح، يعني الطاقات اللي طلعت من هنا، برج العذراء، برج الاسد، طاقات هوائيه، طاقات ناريه، وطاقات ترابيه. هلا راح نروح للصحه. الصحه، شو اخبار الصحه؟ الصحة، حبيبي يعني في الصحة، بشوفكم أول شي تصدقوا، حاولوا إنكم تتصدقوا. أول شي بشوفكم كأنكم في منكم اللي عنده تعلق، ما تعلق جسدي أو إدمان على شخص أو إدمان على شي. صح، هذا الكارت تاع برج الجدي، بس ما بحبه كتير، لانه بيعني او في منكم يعني تجدد له السحر، يا برج الحوت،
في منكم كان عنده سحر او تجدد له السحر، بس راح تستشفوا، راح هذا السحر راح ينفك عن قريب، يمكن السحر كمان محبة. شوف هالسحر راح ينفك حبيب، يمكن عمل لكم سحر زواج ما تتزوجوا، في سحر ما سحر يعني بصراحة الطاقة بتأكد انه سحر، او انكم لما تجيوا تناموا بيجيكم هواجس، او انكم لما تعرفوا شخص ما تقدروا تطولوا معاه المدة، لما توصل الجواز يعني بتحسوا بانه كل شيء انهدم، ما تكملوا، ما تقدروا تكملوا، فهمتوا علي حبايبي كيف؟ اوكي. شوف كمان بحس كأنكم انتو عندكم عندكم ملك، اللي عندكم سحر، وهالسحر عامله لشخص يعني من العائلة، شخص قريب لكم، شخص قريب لكم وممكن لكم، في منكم اللي عنده تعلق، فهمتوا علي حبيبي، عنده تعلق يعني عنده تعلق، عنده تعلق، في تعلق ما عند عندكم انتم على شخص ما، او شخص متعلق بكم، واكثر شيء يعني بحسه كانه ادمان، ادمان جسدي، في منكم عنده ادمان جسدي، وفي منكم عنده إدمان، إدمان على السكر يعني على الشرب، شرب الخمر أو هيك، أو السيجارة، أو إدمان على شيء، حس كأنكم في هالشهر راح تنفكوا، راح تنفكوا من هالتعلق ومن هالإدمان ومن هالأشياء السيئة، راح تنفك، راح تنفكوا منها بصراحة. طلع كمان برج الثور، راح تنفكوا منها، من هالشي راح تخلوا وراكم، راح تنفكوا منه، ما راح يضل، راح تنفكوا من هالشي، ما تخافوا حبايبي، راح تنفكوا من هاي الشي اللي يعني هالطاقة السلبية، وهال من هالطاقة السلبية، وكمان من هالسحر، وشخص قريب منكم اللي عامل لكم هالسحر. اوكي حبايبي، خدوا بالكم حبيبي برج الحوت، خدوا بالكم حبيبي برج الحوت. اوكي هلا حبيبي راح تكون قراءتنا انتهت، بتمنى يكون ينطبق معاكم هالقراءة، باي حبيبي، باي.